ولائي رأيت ولائي آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربى فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. بني أحمد يا خير من وطأ الثرى وخير بني الدنيا من الجن والإنس فمن مثلكم جدا وأما ووالدا وذات أنبره الله فجدكم فجدكم طه النبي محمد رسول إله الخلق والعرش والكرسي هو المصطفى الهادي وآخر مرسل وأشرف سار بين مكة والقدسي. أشجع من قد فال بالرمح والترسي فيوم حنين والنضير وخيبر شهود عدود من تبطل بالغسيل. وفي الفرس لقد أنجبت أبناء من خير الورى فكانوا هداة الناس للخير كالشمس. وهم أوصياء المصطفى الطهر أحمد إذا طهروا من كل إثم ومن رجس وهم علة الإيجاد للخلق كله وهم سادة الأبرار وهم سادة الأبرار من دون ما نبسي. الله صل وسلم على محمد وآل. وقد أوجب الله الصلاة عليهم على كل فرد في فرائضه الخمس فمن مثلهم علما ونبلا ومحتدا وفضلا سما من دونه ذات الشمس. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. نقرأ في دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه دعاء مكارم الأخلاق وحلني بحلية الصالحين وزينة المتقين في بسط العدل
وكظم الغيظ. ومن ضمن هذه الصفات التي ذكرها الإمام جملة كثيرة من ضمنها المغرب أن تناوله في البحث واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي. الحلية أو الزينة التي يتزين بها الإنسان تضفي عليه جمالا وتضفي عليه هيئة لطيفة يستأنس بها الناس. من الطبيعي أن إنسان متجمل بلباس بألبسة جميلة ويلبس حلية لطيفة وجميلة أنه يؤثر على الآخرين، أن الآخرين يأنسون ويعجبهم الجمال، والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. هنا الإمام سلام الله عليه يطلب من الله سبحانه وتعالى الحلية والزينة، ولكن ليست أي حلية وليست أي زينة، إنما حلية الصالحين وزينة المتقين. ليست هي الحلية المادية وليست هي الزينة المادية التي يتزين بها الإنسان، بل هي أعظم، بل هي زينة الروح، زينة النفس التي تظهر على أخلاق الإنسان، على تعامله الآخر مع تعامله مع الآخرين في بسط العاد، غير خفض الجانب، إصلاح ذات البين. يعني أن هذه الزينة تظهر على أخلاق الإنسان، الأخلاق خير الحلل وخير الزينات التي يتزين بها الإنسان. يعني الزينة المادية يخلعها الإنسان، بينما صفات الروح والأخلاق هذه تبقى دائما مع الإنسان. كيف تكون الأخلاق زينة للصالحين والمتقين؟ في الواقع الإنسان الذي يظهر الصفات السلبية، يظهر مثلا الظلم، يظهر القسوة، يظهر الشدة، يظهر سائر الصفات، السلبية تسقطه من عيون الآخرين. لماذا؟ لأن الناس يهووا الصفات الجميلة التي تؤثر في النفوس. فهذا والعياذ بالله تزين لأخلاق سيئة أسقطته من أعين الناس، بينما في المقابل هذا الإنسان المتقي وهذا الصالح تزين بأخلاق رفعته بين الناس. الناس يتأثرون بالجمال، يتأثرون بجمال الروح. وما بداخل هذا الإنسان المؤمن جميل أظهره في الآخر مع الآخرين، أظهره في الظاهر بهذه السجايا التي في الداخل وفي النفس، أظهرها الإنسان بأخلاقه وتعامله مع الناس، فتزين بالخلق الرفيع. أو من جانب آخر، من جانب آخر، أن الإنسان الله سبحانه وتعالى
قد عرفنا طريق الخير وطريق الشر. النفس أمارة بالسوء تقود الإنسان إلى الانتقام، إلى حب الذات، إلى الطول، إلى التوثب على الشهوات. فبالتالي الذي يسير في هذا الطريق يسقط من أعين الناس، يسقط من عين الله عز وجل، تبذى للآخرين سوءاته وسيئاته. بينما المؤمن وإن كان نفس الإنسان أو عند الإنسان غرائز أو شهوات، لكن الإنسان المؤمن استطاع أن يروض نفسه فيظهر كوامل الخير في نفسه الكاملة في نفسه، فيرتفع أمام الآخرين. الإمام يقول: ولا ترفعني في الناس درجة إلا وحققني أنت نفسي مثلها. ومن تواضع لله طفع. جملة الصفات التي ذكرها العبارة: بسط العين، فهم الغيب، خفض الجانب، إصلاح ذات البيت، خائن نائر، مجموعة من الصفات من ضمنها استقلال الخير وإن كثر في قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل في قولي وفعلي. الإنسان لما يفعل العمل الصالح يسر كثر. إذا فعل فعلا صالحا، عمل فيه خير وهو كثير في نفسه، قد يكون هذا الفعل سبب بالإعجاب والاستكثار والتوقف. يعني مثلا الآن لو واحد بنى، الله عطانا خير فبنى بيتا لإنسان فقير، هذا العمل الكبير يقول بالإنسان إلى الاستعظام والاستكثار، وبالتالي قد يقود إلى التوقف وإلى العوج وإلى العوج. لكن الإنسان يطلب من الله عز وجل: لا، خلني أرى أستقل الخير وإن كان هذا الخير في نفسي كثير، وأيضا أستكثر الشر وإن قل في نفسه، ولكن أنظر إليه بنظر الاستكثار. هذا في الواقع يكون وقود للإنسان، يعني أن نظر الإنسان إلى فعل الخير أو ما صدر منه في قول أو فعل بأنه قليل مدعاة الاستمرارية والعطاء أكثر. وأيضا نظر الإنسان إلى الشر الصادر من المخالفة لله بأنها كثيرة، المعصية من قول من فعل، هذا الأمر يكون سببا للإقلاع من الذنب. لو واحد إنسان أذنب هذا ذنب صغير يدعوه إلى التوثب على المعاصي، بينما إذا نظر إلى ذنبه وإلى معصيته أو إلى الشر الصادر من بأنه كثير يقوده إلى التوقف عن باب الشر. ومع ملاحظة أن الإيمان سلام الله عليه معصوم يتكلم عن الحالة العامة التي يعيشها الإنسان، وأيضا الحالة التي وصل إليها الإمام سلام الله عليه أنه في جانب الخير وفي جانب الصلاح يرى أنه مهما عمل عمل صالح، ومثلا قام لله عز وجل وصلى، فأنه أنى له أن يبلغ شكر الله عز وجل، شوف الإيمان على مستوى عمل الخير، حيث المستوى المادي والنوعية والكمية كثير. يعني الإمام إذا نقرأ في سيرته أنه كان يطعم يعين 100 عائلة،
أن الإمام يطعم إطعام عام في كل يوم. هذا يعني مو شيء قليل، مو شيء قليل بل شيء يعني في نفسه كثير. أو أن الإمام سلام الله عليه مع محمد بن أسامة في حال وفاته احتضاره يبكي نفس الإمام عن السلف، يقول أن عليه دين كثير، وكان مبلغ كبير على ذلك الرجل، والإمام قال علي قضاء مبلغ كبير جدا. تعال واحد الآن خل واحد يفتي عن الإنسان بالدينار، تشكل يعني راع أن هذا الإنسان قد فرج قربته وفرج همه، والإمام يطلب عن ذلك الرجل مبلغ كبير. فالإمام سلام الله عليه برغم الخيرات الكثيرة الصادرة منه كان يطلب من الله عز وجل أن يجعله أن يزينه بزينة المتقين وبحلية الصالحين، من ضمنها استقلال الخير الخير الكثير الصادر منه. وتعالى الإمام سلام الله عليه انظر إلى مثلا عبادة الإمام الذي كان يصلي في اليوم إلى مثلا 1000 ركعة، وكان عبد أهل زمانا، فيرى ابنه الإمام الباقر سلام الله عليه يرى أباه ويرى عبادته فيشفق عليه إلى حد البكاء، فيقول له بنينا ولني صحيفة جدي أمير المؤمنين، فيقرأ في تلك الصحيفة عبادة أمير المؤمنين ويضعها جانبا ويقول أين عبادة أمير المؤمنين، ما يستكثر ويقول عبادة الواجب وكثيرا، بالرغم أنه عرف بأنه زين العابدين سيد الساجدين الثفنان، كل العبادة العظيمة الإمام كان يستقلها يراها قليلة في ذات الله عز وجل. الشيطان يتمثل في ذلك الثعبان ويلتقم أصبع الإمام وهو في حالة الصلاة، والإمام مستمر في صلاته حتى انتهى الإمام من الصلاة، وقد كشف الله عز وجل له عنه إذا به شيطان، فقال له الإمام اخسأ يا ملعون اخسأ يا ملعون، فولى وقام الإمام يواصل صلاته ويقول ويسمع من ينادي ويقول أنت زين العابدين أنت زين العابدين، هذا المقدار ما يلهيه شيء عن الصلاة، يسقط ولده الإمام الباقر، يسقط ولده في ذلك البئر، فتؤنبه تلك الأم على عدم مسارعته لقطع الصلاة. يعني الحالة الطبيعية أن الإنسان إذا يعني أمر واجب أمر آخر واحد يشوفهم فيه الأوجب الأولى يقطعون الصلاة وهم يقعدون يتكرمون، في ذلك الواجب أولى من الصلاة في ذلك الظرف، لكن الإمام يرى أنه تكليف آخر. بعد أن انتهى من الصلاة يأتي إلى البيت وإذا بالماء يرتفع مستوى الماء ويأتي الإمام ويأخذ ولده ويرتفع إلى تلك الأم إلى تلك المرأة، أتدرين بين يدي من كن أناجي وأدعو، بين يدي من لو أشحت بوجهي عني لأشاح بوجهي عني، أنا بين يدي الله عز وجل وأنا أروح بعد ذلك. يعني الإمام يعيش منقطع يعيش مقبل، وما كان يستكثر هذه العبادة. فاطمة بنت أمير المؤمنين تأتي إلى جابر يعني لنا عليكم حقوق، إذا رأيتم واحدا منا يجهد نفسه أن تنصحوا كذا كذا، يأتي جابر يقول ما علمت أن الله
خلق الجنة لكم ولشيعتكم، وخلق النار لأعدائكم. لماذا تجهد نفسك في العبادة؟ قال له: يا صلاة رسول الله، أما علمت أن الله قد غفر لنبيه لجد رسول الله صلى الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر منه؟ فقال: أولا أكون عبدا شكورا؟ قالوا له: الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: ولا أكون عبدا شكورا؟ قال له جابر: البكي على نفسك، إنك من أهل بيته، يعني يستنصر بهم الزمان ويدفع بهم البلاء، وكانتكم أهل البيت عظيمة جدا، البكي على نفسك. فيقول: ما أزال مقتديا بسيرة أبوي رسول الله وأمير المؤمنين حتى ألقى الله. أنا ما راح أترك هذه السيرة، سيرة العبادة والإقبال على الله والتبتل. وبعض الأحيان كان الإمام يقول: يعني لولا الحقوق، لولا حقوق الآخرين، حقوق الناس، كان أنا وقيت وجهي متوجه لله متعبد، لا أنفتل من صلاتي، أكون في حالة عبادة دائمة، لكن هنالك حقوق علي. ما كان الإمام يستكثر تلك العبادة وهي عظيمة جدا، ما كان في الناس أعبد من الإمام ذي العابدين في ذلك الزمن. تشوفه وهو صبي إبراهيم بن أدهم، تشوفه في طالع من تلك القافله، سبحان الله، بادي بيداء وصبي يمشي، جاء اليه بني معنا تقطع هذه البيداء، قال: مع ربي. قال: الى اين؟ قال: اريد بيت ربي. قال: ليس عليك فرض ولا سنه. قال: اليك عني ورايت من هو اصغر مني قد مات. قال: ما معك؟ لا زال راحلك. قال: ذلك اقوال وراحلتي بفلان وقصدي مولاي. هل الروح الاشتياق الى عباده الله عز وجل يقول له: ما ارى معك شيئا من الطعام؟ قال له: أن يستحسن إذا دعاك إنسان إلى بيته أن تحمل معك الطعام. قال: كلا. قال: الذي دعاني إلى بيتي هو يطعمني ويسقيني. قال: إذا كف رجلك كي تدرك. قال: علينا الجهاد وعليه الإبلاغ، ما سمعت الذين شاهدوا فينا لأنهم سبلنا. اشتياق للعمل الصالح للعبادة، ومهما أتى بشيء من تلك العبادة لا يستكثرها، وأيضا يستعظم ما صدر منه. الإمام عدنان لا معصوم من الزلل، وما يترك الأول حتى الأول ما يترك الإمام المعصوم. الأنبياء بعض الأنبياء تركوا الإمام، لا يترك الإمام في سيرته مثلا مع العدي باليوم أيام يرى ذلك العبد وقد أفسد تلك الضيعة بتضييعه وإهماله، فقرعه الإمام بالصوت واحدا واحدا ضربة واحدة. الإمام رجع إلى بيته، أغسل على العبد، نزع قميصه وكشف عن ظهره، ووضع الصوت بين يديه وقال له: يا بني قد صدر ما صدر مني فاقتص. قال: سيدي ما ظننت الا انك ستعاقبني وانا اهل ذلك، انا مقصر وشغل اي تاديب شرعي. فالامام كرر عليه ذلك فقال له: انت في حيل، انت في حيل، عليك شيء سيدي مولاي. قال: إن أبيت فأنت حر لوجه الله والضيعة سيقع عليك. الإمام يستكثر مو زلة زين، ويسمي الإمام هفوة
لكن ليش سمي الإمام أخوة؟ لأن الإمام يعني قلبه كبير رحيم وعطوف وعنده خفض الجناح وحالة من الشفقة وصدر من تأليف شرعي سلام الله عليه يستعظم هذا الفعل يستعظم هذا الفعل. ومرة أخرى أيضا يرسل واحدة في حالة عن حوائجه فتأخر فأيضا الإمام أجنبه طلبه طلب بصوت فبكى وقال يا علي بن الحسين ترسلني في حاجتك ثم تغلبني. فبكى الإمام سلام الله عليه وقال للإمام الباقر بني امضي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصلي ركعتين واسأل الله عز وجل أن يغفر لعلي بن الحسين. ويا الإمام سلام الله عليه هل هذا من رفيع؟ هل استكثار إلى شيء صدر منا على نحو التأديب؟ على نحو التأديب الشرعي. والإمام محيط وما ترك شيء يعني هذا شيء تأديب شرعي. الإمام ما فعل حتى داخل أولى فعل المطلوب. مع ذلك تشوف حال الإمام سلام الله عليه كيف يستكثر شيء صدر منه على الوجه الشرعي فيرى أنه لابد من الاستغفار. يسأل ابنه الإمام البقر يسأل الله عز وجل الله أن يغفر للإمام زين العابدين ولا يستكثر ما صدر منه من أفعال الخير والعمل الصالح. هذه الحلية هي حلية الصالحين وزينة المتقين التي وهبت للإمام يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يتكلم إلا حين يبتسم. انت لك تشوف يعني لما يجي إلى البيت إلى البيت المعظم إلى البيت المشرف ويشاهد يراقب الناس. شوف كلما أراد الإمام يستلم الحجر الأسود تباعد الناس والإمام استلم الحجر بكل يسر وبكل حالة من اللطافة والمزاحة من الآخرين وحالة من اليوس. فأهل الشام سألوا شام من هذا فقال لا أعرفه. فقال الفرزدق ألا أعرفه هذا الذي تعرف الضحى وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي المختار والده صلى عليه إلهي ما جرى القلم لو يعلم الركم قد جاء يده لخر يلثم منه موطئ القلم. جعفر والمقتول حمزة ليث حبه قسمه
الحصي الذي في السيف قو إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا قصد حيبي ظلزان العباد الدين حيبي يوم الخامس شعبان حيبي إن ولد رابع إمام سطع ضياه يا مزلد الجبال اصفر يداك بحر الكرم والإحسان يداك فخر يكفي حال الجار جداك وابوك حسين ريحانة نبياه عليكم صلى وسلم الباري عليكم أبد ما ينشفون موضع عليكم اسمع وعلى منها وعلى منها مثليان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أفلح من يصلي على رسول وآل رسول يا مستمعي الكرام صلوا على الذي اهتمام محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولم تزل نطفة إمام السجان عليه السلام تنتقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة حتى أراد الله تعالى أن يظهر إمامنا زين العاملين وسيد الساجدين فسبب اقتران إمامنا أبي عبد الله الحسين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد فسبب اقتران إمامنا أبي عبد الله السيدة الفاضلة شاهدنا وعاشت مع الإمام عليه السلام في سعادة وسرور وحملت بالإمام استرجعت ومضت الأيام والليالي والشهور وفي شهر شعبان الرابع من سنة 38 من هجرة رسول الله أحست السيدة الفاضلة بقرب ولادتها وقد أخذها الطلق وبينما هي كذلك إذ وضعت الإمام